نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة أنه مناسبات العيلة الملكية في بريطانيا بقت مناسبات بتهم الناس بشكل كبير، بتجذب أنظار الناس بشكل كبير. لو احنا بنتكلم عن زيجات ويليام وهاري، لو احنا بنتكلم عن جنازة كوين إليزابيث، فيعني كان في مشاهدات كبيرة جدا جدا جدا، الناس بتتفرج على هذه العراقة لهذه العيلة، بتشوف الفخامة الملكية الموجودة في هذه الاحتفالات. ويمكن احنا دلوقتي يعني في استعدادات قوية لحفل تتويج الملك تشارلز بقصر باكنغهام، ويعني الحقيقة انه الناس منتظرة تعرف الأجواء هناك ايه، ايه اللي بيحصل، ايه المراسم اللي هتكون موجودة. الحفل ده هيكون غدا، ويعني في يعني كلام كتير عن ايه اللي هيحصل. يمكن في ناس بتقول انه الحفل هيكون اقل شويه بطلب الملك تشارلز في الحضور، تقريبا 2000 عن كوين اليزابيث كان تقريبا 8000. فهنعرف مع حضراتكم كل التفاصيل والصوره بالظبط ايه من لندن. معانا الكاتبه الصحفيه عزه الزفتاوي، مساء الخير على حضرتك. ويعني لو تقول لنا كده الصوره من لندن قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا رسميا. مساء الخير. يعني بالفعل هناك ساعات قليله بتفصلنا عن ابرز حدث تاريخي بتتاهب فيه بريطانيا ومعها الملايين من البريطانيين وغيرهم من بلدان العالم لمشاهده مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا في احتفالات ملكيه ضخمه. هذه الاحتفالات هي حافلة بالرموز والتقاليد والأعراف الممتدة لقرون والمشهورة بها المملكة المتحدة منذ أكثر من 1000 عام. هذا الحدث هو الأول من نوعه منذ 70 عاما. نحن نعلم أنه آخر مراسم كانت في تتويج الملكة إليزابيث الثانية الراحلة قبل 70 عاما. يعني القادم إلى العاصمة البريطانية لندن بيلحظ حالة التأهب القصوى. هناك انتشار للقوات من أفراد القوات المسلحة وأيضا وحدات الفرسان الملكية. هناك أيضا انتشار للرايات والأعلام في شوارع لندن الرئيسية التي سوف يمر بها الموكب الرسمي. سيتم تتويج الملك تشارلز وهو الملك 40 في كنيسة ويستمنستر أبي في وسط لندن. الموكب سوف يبدأ في 11 صباحا بالتوقيت المحلي، يبدأ من قصر باكنغهام الملكي مرورا بعدد من المقار الرئيسية ومقار الحكم في بريطانيا وصولا إلى كنيسة ويستمنستر. سوف يصطف الجماهير الذين سمح لهم بمشاهدة مسار الموكب بشكل مباشر قبل أن يبدأ بالفعل. هناك أيضا تعليق على أنه هذه المراسم رغم أنها رمزية إلا أنها سوف تتسم بمظاهر الأبهة واللقطات المبهرة. هي مراسم دينية في المركز الأول، ولكنها أيضا مظاهر سوف يستمتع فيها الحضور بمشاهدة الكثير من هذه الفخامة والأبهة التي تشتهر بها دائما كل احتفالات العائلة الملكية في بريطانيا. حالة الحفاظ على هذه العراقة وحالة الأبهة اللي حضرتك بتتكلمي عنها، يعني في إصرار على هذا من قبل العائلة الملكية في بريطانيا، لكن كيف هي ردود أفعال الشعب البريطاني على هذا التتويج؟ يعني دعيني أقول لك أنه هذا الحدث التاريخي يأتي وطغت عليه عناوين وأزمات كبرى بتشهدها بريطانيا حاليا، في مقدمتها بالطبع التضخم وأزمة الطاقة وغلاء المعيشة وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. بالطبع هناك يعني نسبة لابد أن نضعها في الاعتبار من البريطانيين وفقا لأحدث استطلاعات الرأي أجراها معهد أو مركز يوغوف للأبحاث. نتائج الاستطلاع تقول أنه 64% من البريطانيين لديهم حماس بشكل ضئيل تجاه هذه المراسم أو هذه الاحتفالات. كل الهم بالنسبة للبريطانيين الآن هو كيفية تغطية قوتهم اليومي وأيضا مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة. ولكن هناك أيضا من البريطانيين المهتمين بالفعل بهذا الحدث. هذا الحدث يعد تاريخي لأنه كما نعلم
نسبة كبيرة من سكان بريطانيا يا إما شباب يا إما لم يبلغوا 70 عاما، وبالتالي لم يعني يكن لهم فرصة مشاهدة مثل هذا الحدث قبل 7 قرون. أيضا الحرص الذي بدأ من الملك تشارلز الثالث عندما أصر على أنه يتم تخفيض عدد ساعات هذا الاحتفال وأيضا تخفيض الحجم، يعني مدة الحفل سوف تكون ساعة واحدة مقارنة بالساعات التي استغرقها حفل والدته الراحلة. تم توجيه الدعوة ل 2200 ضيف فقط يمثلون 200 دولة وأيضا ممثلين عن المجتمع المدني والخيري، وهناك أيضا شخصيات من الفائزين بجوائز نوبل. لابد أيضا أن نلقي الضوء هنا ونؤكد على وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة لندن للمشاركة في مراسم التتويج نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدكتور مصطفى مدبولي سوف يحمل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك تشارلز الثالث وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة. هناك الكثير من الملوك والأمراء والشخصيات المدعوة وصلت بالفعل إلى لندن. تم الإعلان عن أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر هذه المراسم، سوف تحضر زوجته نيابة عنه. أيضا من المفاجآت الموجودة في هذه المراسم والاحتفالات أنه الملك تشارلز كان حريصا على توجيه الدعوة للمشاركة لممثلي كافة الأديان في بريطانيا للدلالة على سعيه لإظهار مظاهر التغيير وبريطانيا الحديثة، وأيضا لإظهار القواسم المشتركة بين الأديان وتخفيض حجم المدعوين وأيضا تقليل عدد الساعات. كان حرص وطلب من الملك تشارلز لأنه يضع في الاعتبار القضية أو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا رغم التكلفة المادية العالية لهذا الحفل. نحن نعلم أن الحكومة البريطانية سوف تتحمل بشكل كامل هذه الميزانية أو هذه التكاليف التي تصل إلى 100 مليون. على عكس حفلات الزفاف دي بتكون خاصة بالعائلة الملكية. نعم، ولكن أيضا دعيني أقول أنه هذا الحدث كما قالت وسائل إعلام بريطانية كثيرة أنه سيجذب آلاف السياح للقدوم إلى لندن مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات. نحن أمام 3 أيام من الاحتفالات المختلفة. تم منح البريطانيين يوم الاثنين القادم إجازة إضافية سنوية مرة واحدة في السنة. أيضا هناك تعويل على أنه هذه المراسم سوف تضيف للاقتصاد البريطاني ربما يتعافى قليلا. هناك تعويل على أنه هذا الحفل بالرغم من كلفته الضخمة لما يمثله من دفعة قوية للسياحة والاقتصاد البريطاني، فأعتقد أنه هناك فوائد وعوائد اقتصادية سوف تعود من هذا الحفل، ليس فقط مجرد أنه مظاهر يعني تاريخية أو تمتاز بالأبهة والفخامة، إلا أنه أيضا سوف يعود بمصادر دخل على الميزانية العامة في بريطانيا. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا على وجودك معنا.